السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشتغل على برنامج فابريكيشن كاد ام اي بي. طيب هبدأ افتح ملف، تمام. ده ملف عادي، اوتوكاد عادي، ما فتحش قبل كده على البرنامج ده خالص وما ترسمش عليه حاجة خالص بالبرنامج دوت. هاجي هنا هقول له انا عايز نيو ديزاين لاين، وبقول له انا عايز ابدأ ارسم مثلا حاجة 500 × 500، وبختار الافيشن بتاعي وببدأ ارسم الضغط بتاعي. وليكن مثلا الضغط بتاعي هيمشي من هنا كده، تمام، لحد هنا. وبعد كده هغير السايز بتاعه اللي 400 و 400، تمام. هو اوتوماتيك عمل لي الالبو. طيب لو انا عايز اكمل اقول له هنا انا عايز ارسم خط تاني. طيب عايز ترسم مثلا حاجة هنا، فتيجي تقول له انا عايز ارسم في الحتة دي كده اهوت، تيك اوف. طيب وعايز ارسم بقى كوع، فاقول له ابدأ ارسم كوع، وابدأ يمشي في المسار دوت بحيث ان هو يدي المكان كله. طيب عايز اخلي دي تي برضو الناحية التانية، ماشي، مفيش مشكلة خالص اهوت، وتقدر تغير المقاس زي ما انت عايز، تمام. طيب عايز اشوف الشكل ده في 3D، مجرد ان انت تغير هنا خلاص هيبان معاك في 3D. عايز تغير شكله بدل ما هو واير فريم ممكن تخليه شديد مثلا، ممكن تخليه اي حاجة انت عايزها. تقدر تقول له انا عايز اشوفه في ال 3D، يبقى خط كده، او فعله لي تاني بالشكل دوت. ولو انت عايز تاخد سيكشن تيجي هنا تقول له كريت سيكشن، وتختار السيكشن منين لفين، وهو يبدأ يعمل لك فيو خاص بالسيكشن زي ما انت شايف.